الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كما ذكرنا فإن المصنف ما زال يتحدث عن التعاريف المصطلحية أو شروح المصطلح، وقد شرحنا حتى الآن مصطلح العلم واستخدامات هذا المصطلح الخمسة، وشرحنا مصطلح الفلسفة مجردا وقلنا له أربعة استخدامات، وشرحنا مصطلح الفلسفة وبعده كلمة وقلنا له الاستخدامان، فلسفة الفلسفة العلمية والفلسفة المضافة، الفلسفة المضافة نعم وهي فلسفة العلم. ف مرة تطلق الفلسفة مطلقة ومرة نضيفها إلى شيء بعدها، فإذا أضفناها إلى شيء بعدها فإما هي الفلسفة العلمية بثلاثة إطلاقات، وإما فلسفة العلم أيضا بإطلاقات متعددة، والمعروفة اليوم كما قلنا بالفلسفة المضافة. وصلنا إلى مصطلح ميتافيزيقا، صحيح؟ قلنا نحن يهمنا أن نشرح هذه المصطلحات الثلاثة وبعد ذلك نرى العلاقة بينها والنسبة بينها. الميتافيزيقا من الكلمات التي تستعمل في مناخ الدراسات الفلسفية كلمة الميتافيزيقا، وهذه الكلمة ذات أصل يوناني وتطلق باللغة اليونانية القديمة ميتا تافوسيكا، والتاء التي في الوسط حرف إضافة يعني ميتا المضافة إلى فوسيكا، وعندما جاءت إلى اللغة العربية حذفت تاء إضافة هذه فصارت ميتافوسيكا، وفوسيكا باعتبارها لهجة غير عربية فصارت فيزيقا، فصارت الميتافيزيقا. هذا هو الأصل المستخدم في هذه الكلمة، إذن هو أصل يوناني لما عرب صار الميتافيزيقا. هلا ما هو وجه التسمية؟ ما هو وجه تسمية هذه الكلمة ما معنى الميتافيزيقا أصلا؟ توجد عندنا في هذا المجال وجهتان نظر في إطلاق الميتافيزيقا. وجهة النظر الأولى وهي التي يميل إليها المصنف، وهي وجهة نظر تاريخية بحتة ليس لها أي بعد مضموني. يقال أن أرسطو ألف كتابه في الفلسفة كتبه، وجعل كتابا من كتبه باسم كتاب الطبيعة، وبعد هذا الكتاب جاء كتاب الأمور العامة في مباحث الوجود العامة، مثل أصالة الوجود، هي ليست موجودة أصلا، الوجود، مفهوم الوجود، القضايا العامة للوجود. فعندما كانوا يريدون أن يقولوا المباحث الأمور العامة، ما نسميه نحن اليوم بالأمور العامة أو مباحث الوجود العامة، عندما كانوا يريدون مباحث الوجود العامة يقولون ما بعد الطبيعة، يعني ما بعد كتاب الطبيعة عند أرسطو، ما بعد كتاب الطبيعة عند أرسطو، هذه ما بعد كتاب الطبيعة عند أرسطو أطلقوا عليها الميتافيزيقا أو الميتافوسيكا، يعني ما بعد الطبيعة، فيقصدون من هذه الكلمة ما بعد الطبيعة، وما بعد الطبيعة المراد منها ذلك القسم من فلسفة أرسطو الذي وضعه أرسطو بعد أبحاث الطبيعة، فهو اصطلاح لا يحمل مضمونا بناء على هذه النظرية التاريخية في تاريخ الفلسفة، لا يحمل أي مضمون. صادف أن مباحث الوجود في فلسفة أرسطو جاءت بعد أبحاث الطبيعة فصاروا يقولون ما بعد الطبيعة، ولو كانت قبل الطبيعة لكانوا قالوا ما قبل الطبيعة، فلا يوجد لكلمة ميتافيزيكا أي معنى مضموني، وإنما صادف أن مباحث الوجود جاءت بعد مباحث الطبيعة فقالوا ما بعد الطبيعة أي ميتافيزيكا، يعني ما بعد الطبيعة. هذه النظرية الأولى التي يذهب إليها بعض مؤرخي الفلسفة. إذا تأملنا قليلا بناء على هذه النظرية، إذا تأملنا قليلا سنجد أن مباحث الميتافيزيكا ستختلف عن المباحث التي تعرض لها الفلاسفة تحت عنوان أثولوجيا أو ثيولوجي، ما يعرف الآن بثيولوجي، فإن أبحاث ميتافيزيكا التي تعرض لها أرسطو هي الأمور العامة للوجود، وأبحاث ثيولوجي أو أثولوجيا هي مباحث معرفة الله، يعني الإلهيات بالمعنى الخاص.
فليست مباحث الميتافيزيقا بحسب هذا الترتيب هي مباحث الإلهيات بالمعنى الأخص، أي مباحث معرفة الله وصفاته وأسمائه وما شابه ذلك. لا، إذن إذا أردنا أن نتأمل سنجد أن أرسطو عنده كتاب الطبيعة، عنده كتاب يأتي ما بعد كتاب الطبيعة، وعنده كتاب ثالث اسمه أثولوجيا أو ميثولوجي أو ثيولوجي، معذرة، ثيولوجي. مباحث الطبيعة معروفة، ما بعد الطبيعة هو الذي أطلق عليه الميتافيزيكا، ويقصدون به مباحث الوجود العام. وهناك مباحث ثالثة، نوع ثالث من المباحث يعبرون عنها بثيولوجي أو أثولوجيا، وهي مباحث معرفة الله. هذه أثولوجيا مع ميتافيزيكا كانوا منفصلين في الفلسفة اليونانية وفي الفلسفة الإسكندرانية، منفصلين تماما. ميتافيزيكا يعني مباحث الوجود العام، أثولوجيا يعني مباحث معرفة الله، اللي هي القسم الأخير من بداية الحكمة ونهاية الحكمة. فإذا هذان مبحثان مختلفان، لكن العلماء والحكماء المسلمون جمعوا بينهما ووضعوهما في بحث واحد، وأطلقوا على الأثولوجيا الإلهيات بالمعنى الأخص، وأطلقوا على المجموع الإلهيات بالمعنى العام. هذا الرصد التاريخي. الرصد التاريخي إذا ماذا ينبئنا؟ ينبئنا أن تسمية ميتافيزيكا أو ميتافيزيقا ليست تسمية تحمل مضمونا، يعني لا يؤخذ مما بعد الطبيعة يعني شيء خلف الطبيعة، لا، يعني ما بعد كتاب الطبيعة الذي كتبه أرسطو، فلا تحمل معنى مضمونيا. وميتافيزيقا في الفلسفة اليونانية والإسكندرانية تختلف عن أثولوجيا التي تعني الإلهيات بالمعنى الخاص عندنا، لكن الحكماء المسلمين جمعوهما وصار الإلهيات بالمعنى العام الذي تحته قسم مباحث الوجود العامة أو الأمور العامة، وما تحته أيضا قسم مباحث الباري تبارك وتعالى. هذا التفسير الأول لمعنى هذا المصطلح، أي ميتافيزيكا أو ميتافيزيقا. طبعا وإن كان بعض العلماء كما يشير المصنف يقول أصلا هي الأنسب أن نعبر عنها بما قبل الطبيعة، لأن مباحث الوجود العامة تسبق مباحث البحث في الطبيعة، يعني تسبق مراحل البحث في الطبيعة، صحيح؟ ليست متساوية مع الأول، أن نبحث في الوجود العام ثم بعد ذلك ندخل إلى مباحث الطبيعة اللي هي أخص دائرة منه. الحقها أن تكون ما قبل الطبيعة، لكن لأجل أن التسمية لا تحمل مضمونا وإنما هي صدفة أن كتاب الميتافيزيقا جاء بعد كتاب الطبيعة، عبروا عنها بما بعد الطبيعة. إذن هذه طبعا بين قوسين يشير هنا إلى، حتى لا نختلط عن الأمر، أن هناك كتابا معروفا نسب إلى أرسطو باسم كتاب أثولوجيا. طبعا هناك معركة كبيرة في الكتب التي نسبت إلى الحكماء اليونانيين، وهناك جدل كبير في أن هذا الكتاب لهذا أو هذا الكتاب لهذا أو هذا الكتاب ليس لهذا. كتاب أثولوجيا من الكتب التي اشتهرت نسبتها إلى ماذا؟ إلى أرسطو. لكن المحققين فيما بعد نقحوا هذه القضية واكتشفوا أن كتاب أثولوجيا الذي يبحث في معرفة الباري تعالى ليس لأرسطو، وإنما هو لأفلوطين، لأفلوطين من زعماء المدرسة الإسكندرية، فهو لأفلوطين. وقد حقق هذا الكتاب الفيلسوف المعاصر جلال الدين الأشتياني، وطبع قبل تقريبا 20 سنة أظن، موجود طبعته قبل 20-25 سنة بتحقيق جلال الدين الأشتياني، وهو من الباحثين الكبار في الفلسفة رحمه الله تعالى. على يد حال، هذا المعنى الأول لمباحث الميتافيزيقا. المعنى الثاني لا، بناء على وجهة النظر الثانية يصبح معنى ميتافيزيقا المعنى يحمل مضمونا، وقالوا ميتافيزيقا هي نفسها ما نسميه اليوم باللغة الإنجليزية ترانسفيزيك، أي ما وراء الطبيعة، يعني المجرد. مقصود ما وراء الطبيعة ليس ما بعد الطبيعة، ما وراء الطبيعة يعني المجرد. فتكون الميتافيزيقا هي البحث في المجردات. شوف اختلف المعنى، لأن الميتافيزيقا بالتقسيم بالفهم الأول هي البحث في الوجود العام سواء مجرد أو مادي، ما في فرق بينهما. أما بناء على هذا المعنى الثاني، وجهة النظر الثانية التي تقول بأن الميتافيزيقا مرادف ترانسفيزيك، فإذا يصبح معنى الميتافيزيقا البحث في خصوص المجرد سواء كان الله سبحانه وتعالى أو غيره، فاختلف المعنى جذريا، فتصبح الكلمة ميتافيزيقا ترانسفيزيك يعني ما بعد الطبيعة، فيزيك يعني المادي، ما بعد المادي.
الفيزيائي يعني مادي هذا المعنى، فما بعد المادي يعني ما هو ليس ما وراء المادي، يعني ليس بمادي مجرد. إلا أن المصنف يميل إلى وجهة النظر الأخرى، وكثير من الباحثين إنصافاً يميلون إلى وجهة النظر الأخرى ويعتبرون أن هذه التسمية تسمية تاريخية فقط، صادف أن كتاب ميتافيزيقا جاء بعد كتاب الطبيعة، فمباحث الوجود العامة جاءت مع مباحث الطبيعة فعبروا عنها بالميتافيزيقا، أي ما بعد الطبيعة، أي ما بعد مباحث الطبيعة. وهذا الذي سبب اختلاطا على القائلين بأن الميتافيزيقا تعني ترانسفيزيك يعني المجرد، لا ليس هذا، لا تعني ترانسفيزيك. على أي حال ونظركم ماذا فيها؟ بلي في وجه نظركم يعني نحتاج إلى مراجعة، مجرد اصطلاحات وآراء لا أكثر ولا أقل. بناء على التسمية الثانية تصبح لها معنى، تصبح لها معنى وتصبح مباحث الميتافيزيقا جزء من الفلسفة. ليش؟ لأنه مباحث الميتافيزيقا بناء عليه سوف تصبح فقط البحث في المجردات، في حين الفلسفة تبحث في الوجود بشكل عام. أما على المعنى الأول لا تأخذ الفلسفة وضعها الطبيعي. المعنى الأول قريب، قريب بناء على التحليل اللغوي للكلمة اليونانية، نحن لا نعرف اللغة اليونانية ولكن بناء على التحليل اللغوي قريب. على أي حال بناء عليه اصطلاح الميتافيزيقا حينئذ يكون له عدة استخدامات. أول استخدام، الميتافيزيقا هي المباحث النظرية التعقلية. حينئذ بناء على هذا الاصطلاح المباحث النظرية التعقلية العامة أي جزء من اصطلاح الفلسفة القديم، لأن معنى الفلسفة القديم في الزمن اليوناني كانت تعني جميع العلوم الحقيقية. أما الميتافيزيقا فستعني بعض العلوم الحقيقية، أي ذلك الجانب من العلوم الحقيقية الذي يعالج القضايا النظرية العقلية العامة. سيصبح الميتافيزيقا إذا قسناها إلى الاصطلاح القديم لكلمة فلسفة أخص من كلمة فلسفة، صحيح؟ أما إذا قسنا الميتافيزيقا للاصطلاح الحديث لكلمة فلسفة ستصبح مرادفة لكلمة فلسفة بهذا الاصطلاح. الآن إذا أخذنا الآن المعنى فإن الميتافيزيقا الآن تعني الفلسفة، يعني مباحث الإلهيات بالمعنى العام. الآن يحصل ترادف، الآن يستخدمون مثلا هذه المباحث فلسفية يعبرون هذه مباحث ميتافيزيقية، ويقصدون من ذلك تلك الأبحاث التعقلية التي تعالج الوجود عامة ووجود الباري خاصة، فلها أيضا استخدام مرادف. ولذلك تجد في كتابات الكثير من المفكرين والباحثين الفلسفيين يعبرون محل الفلسفة ميتافيزيقا وحل ميتافيزيقا فلسفة، ويقصدون منهما معنى واحد، أي تلك الفلسفة التعقلية، الفلسفة العقلية بشكل عام. الوضعيون أيضا يستخدمون كلمة الفلسفة والميتافيزيقا بشكل مترادف أيضا، ويقابلون بهما العلم بناء على نظريتهم كما صار واضحا، لأن العلم عندهم ما قام على أساس الحس والتجربة، وغيره ما قام على أساس من غير الحس والتجربة. والمباحث الفلسفية ومنها المباحث الميتافيزيقية، كل هذه المباحث ستصبح مقابلة للعلم، فسيكون معنى الفلسفة والميتافيزيقا أيضا عندهم واحدا يقابل العلم ولا قيمة له تقريبا. إذن بناء طبعا هم بنظرهم هذه غير علمية كما قلنا، وسيأتي التعليق على وجهة نظرهم أيضا. كذلك الحال، حتى لا نعيد، كذلك الحال في كانت، فإن كانت كما قلنا سابقا نسف العقل النظري ورسخ العقل العملي، ومباحث الفلسفة وكذلك مباحث الميتافيزيقا قائمة على العقل النظري، فهي تعارض العقل العملي وتصبح أيضا بحكم غير العلمية. فإذا الميتافيزيقا بالاصطلاح القديم بكلمة فلسفة أخص من كلمة فلسفة، بالاصطلاح الحديث لكلمة فلسفة مساوية لكلمة فلسفة. أما في غرب الكرة الأرضية فعند المدرسة الوضعية وعند فلسفة كانت تصبح الميتافيزيقا في قبال العلم، ومن ثم لا تكون علمية. طبعا الآن لم نبحث، لا نبحث العلاقات، الآن سنبحث العلاقات بين المصطلحات الثلاث، هذه مجرد إشارة. إذن حتى الآن اتضح لنا مصطلح العلم استخداماته، مصطلح الفلسفة باستخداماته المتعددة، مصطلح الميتافيزيقا باستخداماته المتعددة. الآن ما هي العلاقة بين العلم والفلسفة والميتافيزيقا؟ هذا هو بحثنا، وكل هذا الذي مر معنا من قبل درسين أو ثلاثة إلى الآن هو رغبة في تفكيك هذه الفكرة الأخيرة، العلاقة بين الاصطلاحات الثلاث، الفلسفة والعلم والميتافيزيقا. الآن نرصد المعاني الخمسة للعلم ثم نقيس الفلسفة عليها. المصنف سيستخدم هذه الطريقة، سيرصد المعاني الخمسة للعلم، سيقول بناء على المعنى الأول ستكون الفلسفة كذا، أخص أو أعم أو مساوي أو مباين.
بناء على المعنى الثاني ستكون الفلسفة كذا، أخص أو أعم أو مساوي أو مباين. بناء على المعنى الثالث كمان وهكذا. ثم بعد أن يقيس نسبة الفلسفة إلى العلم والعلم إلى الفلسفة، يقيس نسبة الميتافيزيقا إلى الفلسفة، ومنه يتضح نسبة الميتافيزيقا إلى العلم لا يشير إليه. إذن طريقة المصنف ما هي؟ رصد المعاني الخمسة للعلم، ثم قياس الفلسفة بمعانيها، قياسها على هذا المعنى للعلم، على هذه المعاني للعلم، فيتضح النسبة بينهما، ثم بعد ذلك الانتقال إلى قياس الفلسفة مع الميتافيزيقا ورصد النسبة بينهما من التساوي والتباين والخصوص والعموم، ومنه يتضح حال الميتافيزيقا مع العلم، فلا حاجة للتطويل. إذا أخذنا معاني العلم، إذا قلنا العلم بالمعنى الأول والثاني، يعني مطلق الاعتقاد اليقيني أو مطلق القضايا المتناسبة مع بعضها تناسبا ما، نتيجة واضحة أن الفلسفة أخص، صحيح أو لا؟ إذا قلنا العلم هو مطلق الاعتقاد اليقيني، أو قلنا بأن العلم هو مطلق القضايا المتناسبة مع بعضها البعض بشكل من أشكال التناسب، فطبيعي ستكون الفلسفة أخص، لأن العلم بالمعنى الأول يشمل جميع الاعتقادات والفلسفة بعض هذه الاعتقادات، لأن العلم بالمعنى الثاني يشمل جميع العلوم التي فيها مجموعة مسائل متناسبة كالتاريخ والفلسفة منها، فيكون أعم من الفلسفة لأنه يشمل الفلسفة والتاريخ والجغرافيا والرجال والتراجم كما قلنا في المعنى الثاني هناك. فإذا بناء على المعنى الأول وبناء على المعنى الثاني سوف يكون العلم أعم من الفلسفة بجميع صلاحاتها، نحكي الآن بجميع صلاحاتها التي طرحها. أما إذا أخذنا العلم بالمعنى الثالث أي مجموعة القضايا العامة الحقيقية، طبعاً بين قوسين اسمحوا لي، أيضاً المعنى الثالث أيضاً تصبح الفلسفة، لم يشر إليه المصنف، أيضاً المعنى الثالث أيضاً تكون الفلسفة أخص، أي مجموعة العلوم الأعم من الحقيقية والاعتبارية أيضاً تكون الفلسفة أخص من العلم. طيب إذا بناء على المعنى الأول مطلق الاعتقاد اليقيني الفلسفة أخص من العلم، بناء على المعنى الثاني مطلق القضايا المتناسبة مع بعضها تناسبا ما تكون الفلسفة أخص من العلم لأنها تختص بالبحث الفلسفي والعلم يشمل التاريخ. بناء على أن العلم يقتضى به مطلق العلوم الحقيقية والاعتبارية كاللغة، فإن الفلسفة تكون أخص لأن العلم يشمل اللغة والآداب والفلسفة لا تشمل اللغة والآداب. بناء عليه لا أقل لو شملت بعض اللغة والآداب فلا تشمل جميع العلوم الاعتبارية حتى بالاستخدام المدرسي في القرون الوسطى كما قلنا سابقا. بناء على المعنى الرابع وهو مجموعة العلوم الحقيقية، إذا قلنا الفلسفة العلم هو مجموعة العلوم الحقيقية فقط، حينئذ إذا أخذنا الفلسفة باصطلاحها القديم أي الموجود في التاريخ في التراث الإسلامي والموجود في الفلسفة في الفكر اليوناني ستكون مرادفة للعلم، لأن العلم هو مجموعة العلوم الحقيقية والفلسفة هي أيضا عند اليونانيين مجموعة العلوم الحقيقية، هي أيضا عند الفارابي وابن سينا مجموعة العلوم الحقيقية، فسيصبح بين العلم والفلسفة بالاصطلاح القديم ترادف، بل ستصبح، وهذا ما لم يشر إليه المصنف، بل ستصبح الفلسفة أعم من العلم باصطلاح القرون الوسطى في أوروبا، لأن الفلسفة في القرون الوسطى في أوروبا كما قلنا سابقا تشمل العلوم الحقيقية مع بعض العلوم الاعتبارية، فستكون الفلسفة أعم من العلم، وهذا ما لم يشر إليه المصنف. فإذا بناء عليه إذا أخذنا المعنى الرابع للعلم أي مجموعة العلوم الحقيقية وفي مقابله أخذنا الفلسفة، فإن قصدنا من الفلسفة الاصطلاح القديم أي اليوناني والإسلامي سيكون هناك ترادف، وإن قصدنا من الفلسفة الاصطلاح القروسطي يعني في أوروبا في القرون الوسطى في الفلسفة المسيحية فستكون الفلسفة أعم من العلم، حينئذ ستكون أعم من العلم. أما إذا أخذنا الفلسفة باصطلاحها الثالث أي خصوص مباحث الوجود، هو الاصطلاح المعاصر، أي خصوص مباحث الوجود العامة ومباحث الوجود الخاصة أي معرفة الباري، فستكون أخص من العلم لأن العلم يشمل الفيزياء والكيمياء، ولكن الفلسفة بهذا المعنى لا تشمل الفيزياء ولا الكيمياء. فإذا صار عندنا بناء على المعنى الرابع ثلاث نسب في الحقيقة: التساوي، أعمية الفلسفة، أخصية الفلسفة، حسب ما أنت تبني على المصطلح الذي تبني عليه كما هو واضح. طيب. أما إذا استعمل العلم
على المعنى الخامس والأخير بالاستخدام الوضعي، أي هو فقط العلوم القائمة على الحس والتجربة. نتيجة واضحة، ماذا ستكون إذا قلنا أن الفلسفة مجموعة العلوم الحقيقية، أو قلنا بأن الفلسفة مجموعة العلوم الحقيقية مع بعض العلوم الاعتبارية؟ إذا قلنا هذه هي الفلسفة فستكون أعم من العلم، صحيح؟ لأن العلم من العلوم الحقيقية فستكون أعم من العلم. أما إذا أخذنا الاصطلاح الأخير للفلسفة، أي هي مباحث الإلهيات بالمعنى العام، مباحث الوجود، المباحث التي تسبق مباحث العلم، فستكون مباينة، لأن الفلسفة بناء على هذا تعتمد المنهج التعقلي وليس المنهج الحسي التجريبي، فسيكون العلم مباينا للفلسفة بناء على هذا الاستخدام الوضعي، أي المعنى الخامس. إذن شوي المصنف هنا لم يوضح، كما قلت في الدرس الماضي أو ما قبل الماضي، هذه الثلاثة دروس تجد ارتباك فيها، كان من الجيد أن يقوم المصنف بتشجير. أنا الآن سأقوم في ذهنكم بعملية تشجير، أنتم بعدين اكتبوها. بناء على المعنى الأول للعلم الذي هو عبارة مطلق الاعتقاد، فإنه أعم من الفلسفة بكل معانيها. بناء على المعنى الثاني للعلم، أي مطلق القضايا المدركة التي يوجد بينها تناسب ما، أيضا سيكون أعم من الفلسفة بجميع معانيها، أعم منها بجميع معانيها. إذا أخذنا المعنى الثالث، أي هو مطلق القضايا، مطلق القضايا الحقيقية، يعني العلوم الحقيقية والاعتبارية معا، فسيكون أيضا العلم أعم من الفلسفة بجميع معانيها، لأن أوسع معنى للفلسفة هو المعنى الذي اكتسبته في القرون الوسطى، والذي يعني مجموعة العلوم الحقيقية مع بعض العلوم الاعتبارية. بينما هذا المعنى الثالث للعلم ماذا يعني؟ مجموعة العلوم الحقيقية والاعتبارية معا، أهم. أما المعنى الرابع، أي قلنا أن العلم يراد به مجموعة العلوم الحقيقية فقط، فإن قصدنا من الفلسفة مجموع المعنى اليوناني والإسلامي سيكون مرادف، وإن قصدنا من الفلسفة المعنى المسيحي في القرون الوسطى فستكون الفلسفة أعم من العلم لأنها تشمل بعض العلوم الاعتبارية، وإن قصدنا المعنى المتأخر الحادث للفلسفة، أي مباحث الوجود وما يتصل بالقواعد العامة للوجود والإلهيات بالمعنى الأخص، فسيكون أخص حينئذ، واضح؟ المعنى الأخير للعلم، وهو العلم أي القائم على التجربة والمشاهدة، بناء على الاصطلاح اليوناني وكذلك الاصطلاح المسيحي في القرون الوسطى ستكون الفلسفة أعم للعلم. أما بناء على الاصطلاح الحديث فستكون مباينة لاختصاصها بمنهج التعقل غير التجريبي، وقيام العلم على المنهج التجريبي خاصة، فسيكون هناك تباين. فإذا لم تتخاصم الفلسفة مع العلم تخاصما تاما إلا في المدرسة الوضعية، ولذلك تلقت الفلسفة الفكر الفلسفي، وهو من مظاهر الحضارة الإنسانية، تلقى الفكر الفلسفي ضربة قوية القاسمة على يد الوضعيين. واضح؟ هذه خلصنا نسبة العلم مع الفلسفة بشكل واضح أفضل من ما ذكره المصنف، ولا أدري لماذا اختصر. أما إذا أخذنا الآن الفلسفة مع الميتافيزيقا، أخذ؟ نعم. الأخير هذا يمكن أن يكون نسبة ومخصوص من الوجه، يعني في معنى الأخيرة إذا نأتي إلى المنهج صحيح هناك تباين، ولكن إذا نأتي إلى المسائل، يعني بعض المسائل لا يوجد متباينة تماما، لأن العلم لا يبحث في المسائل التي كمثلا الجسم مثلا، هاي الأمور يوجد إذن في الفلسفة، هذه ليست العلم يبحث في الجسم، لا في يبحث في الجهات التجريبية والحسية في الجسم، أما الفلسفة تبحث في الجهات التجريبية العقلية للجسم. يعني صحيح في المنهج تباين، ولكن في المسائل أقول، يعني هو في المسائل، الجسم ليس مسألة واحدة، الجسم من حيث قضايا متصلة بالفيزياء والكيمياء هذا بحث علمي لا تبحثه الفلسفة أصلا، الجسم الذي تبحثه الفلسفة جانب النظري من الجسم وتبحثه بمنهج تعقلي، وهذا جانب النظري من الجسم لا تبحثه العلوم، وإذا بحثته صارت فلسفة. ولذلك قلنا سابقا بأن الوضعيين لم يقبلوا وجود قواعد عامة حتى في العلم انتزاعية، تذكرون؟ قلنا لا يقبلون قواعد علمية انتزاعية أيضا، وإنما ما يرى بالمباشرة هو القاعدة. طبعا قد تشكل عليهم أنت، ولكن هم هكذا يقولون، لذلك تباين. هلأ إذا جئنا إلى الميتافيزيقا وقسناها مع الفلسفة بالإصطلاح القديم، الفلسفة بالإصطلاح القديم مع الميتافيزيقا شو صارت معنا؟ هي مباحث أقصاها مباحث الوجود العامة،
معك الأهيات بالمعنى الخاص، صحيح؟ هذه هي الأهيات بالمعنى العام، أقصى معنى لها هو سيكون هكذا. إذا قسناها مع الفلسفة بالاصطلاح اليوناني ستكون أخص، واضح. إذا قسناها مع الفلسفة بالاصطلاح القروسطي في عند المسيحيين ستكون أيضا أخص، أوضح من أخصيص. إذا قسناها مع الاصطلاح الأخير ستكون مرادفة مساوية، لأن الفلسفة هي الأبحاث التعقلية المتعلقة بالقوانين العامة للوجود، والميتافيزيقا بناء على الإلهيات بالمعنى العام هي الأبحاث التعقلية القائمة على دراسة مسائل الوجود العامة، ستكون مساوية، صحيح أو لا؟ سوف تكون مساوية بناء على هذا. طبعا هذا كله مع الأخذ بعين الاعتبار الفلسفة بإطلاقها، لا الفلسفة مضافة إلى شيء من وصف أو إضافة كالفلسفة العلمية أو فلسفة العلوم، فإن تلك واضح أنها جهات مختلفة عن كل هذا البحث. نحن نبحث الفلسفة بإطلاقاتها الأربع المطلقة وليست التي فيها إضافة أو توصيف. يبقى أن يشير المصنف بعد أن رسم لنا الخارطة حتى لا تلتبس علينا الأمور، يبقى أن يشير إلى أن توصيف الوضعيين للفلسفة بأنها غير علمية ومعارضتهم بين الفلسفة والعلم هذا لا يحط من قدر الفلسفة شيئا، لأننا سوف نتكلم بالتفصيل إن شاء الله تعالى في القسم الثاني من هذا الكتاب عند الحديث عن نظرية المعرفة، وسيثبت أن المعارف العقلية والإدراكات العقلية ليس فقط مثلها مثل الإدراكات والمعارف التجريبية والحسية، بل هي أقوى منها وأشد منها وأرفع منها منزلة ورتبة، ليس هذا فحسب، بل سيثبت بالبرهان إن شاء الله تعالى أن كل ما سميتموه بالمعارف التجريبية والحسية موقوف على المعارف العقلية، لا قيمة معرفية له دون اعتماد على المعارف العقلية الآتية من الفلسفة. فإن مقابلة العلم للفلسفة في اصطلاح الوضعيين لا يحط من قدر الفلسفة شيئا، سيكون العلم في الرتبة التالية للفلسفة، هي أم العلوم التي تؤسس له شرعيته وتعطيه قوته، ومعطياتها بنظر الشيخ أشد وضوحا وأشد جلاء من معطيات البحث العلمي حينئذ. فإن قصدوا أن الفلسفة بهذا المعنى والعلم بهذا المعنى مجرد اصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، ما مشكلة. أما إن قصدوا من مقابلة العلم والفلسفة الحط من منزلة الفلسفة والإشارة إلى أنها ليست بعلم والاغترار بنتائج العلوم التجريبية والحسية بمعزل عن البحث الفلسفي، فهذا لا نرضى به. بل قلنا سابقا بأن كلماتهم من أن هناك فلسفة علمية وأن هناك علم ليس بحاجة إلى فلسفة هي كلمات ضعيفة متهالكة، وسيأتي بحثها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يضاف إلى ذلك أن الفلسفة المادية ديالكتيكية، وقد أشرنا الفلسفة المادية الديالكتيكية التي جعلت الفلسفة وجها آخر للعلم هذه أيضا باطلة، لأن قوانين كل علم خاصة هذه القوانين بموضوع ذلك العلم، فالطب قوانينه خاصة بالجسم وهكذا، فلا يمكن للقوانين المتعلقة بعلم ما ضمن دائرة ما أن تحكم على مساحة أوسع منها. فكل العلوم التي تتحدثون عنها أيها الماديون ديالكتيكيون كلها علوم تجريبية حسية، فبإمكانها أن تحكم في عالم الحس والتجربة وفي عالم المادة، أما لا يمكنها أن تعمم قوانينها لتحكم في عالم الوجود بأجمعه. لذلك الوجه الآخر للعلم هو فلسفة مادية وليس فلسفة الوجود بأجمعه، ليس فلسفة تبحث في قضايا الوجود، فلسفة تبحث في قضايا المادة. نعم نحن نقبل بهذا. أنتم إذا كنتم الوجه الآخر للعلوم فأنتم فلسفتكم عبارة عن القواعد العامة في مجال عالم المادة، نقبل به، تنزلنا، لكن فلسفتكم لن تكون القواعد العامة في عالم الوجود، ولن تستطيع أن تحكم على عالم الوجود بصرف النظر عن المادية وغير المادية. تمام الكلام في هذا الموضوع. وكان من الأفضل للمصنف لو يرتب، لو شوي طول ببعض الأبحاث بحيث جعل بحث تقسيم العلوم وتبويبها بداية الدرس، كان أفضل بكثير، لأن انتهينا الآن من ملف تعريف المشترك اللفظي، اصطلاحات العلم، اصطلاحات الفلسفة،
المطلقة، اصطلاحات الفلسفة المضافة، واصطلاحات الميتافيزيقيا، والعلاقة بين العلم والفلسفة والميتافيزيقيا. انتهى ملف كامل، خلصنا. الآن بحث جديد، شوية المطالب تبدو مرتبكة، وهي بالحقيقة دروس هذه كان فيها الشيخ كما يقول في المقدمة، وبعدين جمعت والجمع ليس جيدا. يعني المفترض من الآن أن نبدأ ببحث تقسيم العلوم وتبويبة. بعد أن انتهينا من هذا البحث، شرع المصنف في بحث جديد، وهذا البحث الجديد شيخنا الجليل تقسيم العلوم وتبويبها، الملاك في تبويب العلوم، الكل والكلي صفحة 69، انشعابات العلوم صفحة 70، بعد أيضا علاقة الموضوع بالمسائل صفحة 76، مبادئ العلوم وعلاقتها بالموضوعات والمسائل، كل هذا مقدمة. مقدمة لماذا؟ لبحث موضوع الفلسفة ومسائلها وتعريف الفلسفة، حتى نعرف نحن وين صرنا. ذاك الذي تقدم معنا في الدرسين أو الثلاث الماضية كان تفكيك المصطلح وتمييزه لرفع الالتباس في استخدام المصطلحات، لنعرف ماذا يراد من إطلاق الفلسفة، وماذا يراد من إطلاق العلم، وماذا يراد من إطلاق الميتافيزيقا. أما الآن فكل هذه الأبحاث، شجرة العلوم، علاقات العلوم، تبويب العلوم، تقسيم العلوم، موضوع العلم، علاقة الموضوع بالمسألة، كلها أيضا ستكون أبحاثا مقدمية للشروع في بحث موضوع الفلسفة وتعريف الفلسفة. صار واضح الخريطة؟ فإذا من الآن مطلب جديد، انتهينا، أقفلنا باب تفكيك المصطلح، شرعنا في باب موضوع الفلسفة وتعريف الفلسفة تدريجيا، تبويب العلوم وتقسيمها. في هذا البحث العلماء، يمكن خلص الوقت، في هذا البحث العلماء عالجوا سؤالا، وجهوا لأنفسهم سؤالا، ما هو الدافع لفصل العلوم عن بعضها؟ لماذا صار عندنا علم فيزياء وعلم كيمياء وعلم بيولوجي وعلم كذا وعلم كذا؟ وخليكم كله علم واحد، علم واحد وله مئات آلاف المسائل، ليش يعني كل المجموعة لوحدها؟ الجواب واضح بالحقيقة، الجواب واضح. أولا لتسهيل الأمور، فإن الإنسان لا يحصي جميع العلوم، فكل إنسان حين نعطيه مجموعة من القضايا التي يهتم بها ويكون بينها تناسب معين، بحيث يسهل عليه إدراك زاوية من زوايا الوجود، أفضل. تسهيل المعرفة، وجود علاقات بين بعض الموضوعات، مثلا والله قضية أن الكهارب الموجودة في الذرة هل تتبخر أم لا، هل الحركة داخل الذرة ميكانيكية أو ديناميكية مثلا، هذه مسألة في الفيزياء. عندنا مسألة أخرى، هل زرارة ثقة أو ليس بثقة؟ شوف علاقة بينهما، أصلا لا يوجد علاقة. بينما هل الكهارب تتبخر في باطن الذرة، هل حركة الإلكترون والبروتون داخل الذرة ميكانيكية أو ديناميكية، لها شكل من أشكال العلاقة مع تعريف المادة، ما معنى المادة، في ارتباط بين هذه القضيتين، صحيح لا؟ في ارتباط. فنقرب القضايا التي بينها ارتباط تنجذب إلى بعضها البعض تشكل مجموعة شمسية، وتلك أيضا تنجذب إلى بعضها البعض تشكل مجموعة شمسية أخرى، وهكذا نستطيع أن تلتقي مجموعة موضوعات وقضايا في محور، ومجموعة موضوعات وقضايا في محور، ومجموعة موضوعات وقضايا في محور ثالث. فلأجل التسهيل يأخذ الطالب محورا ويشتغل عليه. فإذا الهدف ما هو؟ الهدف تربوي لأجل التسهيل والتعليم، الهدف ذاتي، يعني بمعنى هي نفس القضايا متقاربة هنا ومتباعدة هناك. ويوجد أيضا هدف ثالث، وهو طبيعة علاقة القضايا مع بعضها، فإن هناك قضايا لا تفهم إلا بعد أن تفهم هذه القضايا، مترتبة فوق بعضها البعض. أنت لا تستطيع أن تفهم مثلا مسألة فيزيائية باء قبل أن تفهم المسألة الفيزيائية ألف، مثل ما سيأتي معنا في الدرس، لا تستطيع أن تستوعب فكرة تشكيكية الوجود قبل أن تستوعب فكرة أصالة الوجود، فهناك تراتب بين القضايا. فإذا من جهة السهولة والقدرة البشرية، من جهة ثانية حالة التجاذب بين بعض الموضوعات فيما بينها، بحيث تشكل مجموعات وخلايا وأسر وعوائل. ثالثا حالة التراتبية الموجودة في القضايا، فإن بعض القضايا تثبت بعد ثبوت القضايا الأخرى. هذه الثلاثة عناصر دفعت بالعلماء منذ قديم الأزمان إلى أن يحولوا آلاف القضايا المعرفية البشرية إلى مجاميع، وكل مجموعة من هذه المجاميع يجعلها علما مستقلا. إذن تقسيم العلوم وتبويب العلوم
كان لأجل تمييزها عن بعضها، تسهيل أمرها على الطلبة والمراجعين والتلاميذ، وحسب الخاصية الذاتية فيما بينها، إما انجذابها إلى بعضها البعض واقترابها من بعضها البعض، وإما تراتبيتها الموجودة فيما بينها أنفسها. وبذلك يسهل على الطلبة أن يتعرفوا على القضايا العلمية درجة درجة، ومن ثم أيضا لا يعيشون فوضى عشرات آلاف المسائل. من أين يبدأ؟ لا يعرف من أين يبدأ. بالعكس، أنت تسهل عليه ويعرف من أين يبدأ، ويعرف كيف يتقدم تدريجيا، ويعرف كيف ينتهي من هذه المباحث. لذلك قسموا منذ قديم الأزمان العلوم إلى شجرتين كبيرتين: العلوم النظرية والعلوم العملية. العلوم النظرية عبارة عن رياضيات، طبيعيات، إلهيات، طبعا بعد جعل المنطقيات لحكم المقدمة، وعند الفارابي وابن سينا أضاف المنطقيات فصارت أربعة. والعلوم العملية تحدثنا عنها سابقا: علم تدبير المنزل، وعلم الأخلاق، وعلم سياسة المدن. هذه التقسيمات، التشجيرات الكلية للعلوم عند العلماء القدامى وحتى المتأخرين أيضا بشكل من الأشكال. إذن عرفنا دافع لتقسيم العلوم، وعرفنا الدافع لتبويبها وفهرستها وجعل شجرة علمية، وعدم وجود بعثرة وفوضى في المسائل العلمية. اليوم أنا أدرس مسألة تاريخية، بعد قليل أدرس مسألة مثلا فلسفية، فوضى، أشعر بفوضى. هكذا الأمور صارت منظمة، والعلماء شيئا فشيئا نظموا القضايا العلمية. سؤال: ما هو المعيار في التنظيم؟ ما هو المعيار في عملية تقسيم العلوم؟ على أي معيار يعتمد العلماء في عملية تبويب العلوم، في عملية تقسيمها؟ توجد ثلاثة معايير في الحقيقة في هذا المجال. المعيار الأول الموجود هو معيار المنهج، بمعنى أن كل مسألة تشترك مع مسألة أخرى في منهج بحث واحد ندرجها ضمن شجرة واحدة. تقسيم العلوم، تمييز، مسألة تمييز العلوم تسمى هذه، تمييز العلوم على أساس المنهج. منهج قسموا إلى ثلاث مناهج: منهج عقلي نظري، منهج حسي تجريبي، منهج نقلي تاريخي. وأنت ستجد أن كل العلوم سوف تنشطر بهذا الانشطار، انشطار ثلاثي: نقلي وتجريبي وحسي، وهكذا تتشعب. هذه قضية المنهج. الأساس الثاني أساس الهدف والغاية. ما هي الغاية من وراء هذا البحث العلمي؟ نعرف مثلا ما هي الغاية من وراء هذه المسألة العلمية. الغاية أيضا تساعد على فرز العلوم عن بعضها البعض. انتهى الوقت، لا تنكر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الله صلى الله عليه وسلم.